أكيد طبعا، كمان وجودك في ريال مدريد من خلال 3 سنوات من 2006 ل 2009 والفوز ب3 بطولات على المستوى المحلي، ده شيء كمان أكتر من رائع. لكن خلينا نقول تجربة أو اللي نخرج به من مباراة أمس، رغم طبعا وجود نجوم العالم على مستوى العالم بأسعار مرتفعة، بتكلم على باريس سان جيرمان، وإلى حد لحد دلوقتي غير قادر حتى للفوز ببطولة كأس أمم أو كأس أبطال أوروبا. عايزين نعرف رأيك في المعادلة ديت، هل تجميع النجوم بشكل كبير جدا يكون أساس للفوز بالبطولة، أو الروح اللي شفناها والتاريخ اللي شفناه بالنسبة لريال مدريد، رغم طبعا بعد خروج رونالدو، بعد خروج فاران، بعد خروج راموس، وما زال ريال مدريد هو الفريق الأكثر طبعا تتويجا بهذه البطولة وصاحب الشخصية الكبيرة والمرشح دلوقتي من المرشحين الأقوياء للفوز بهذه البطولة. الريال مدريد هو فريق عظيم ومختلف عن جميع الفرق في أوروبا. يذهب من يذهب ويبقى ريال مدريد الأعظم لأنه يفوز دائما فأي لعب موجود، وكل عام ريال مدريد يقاتل ويحارب على كل البطولات من أجل الفوز بها، لأن هذا إجباري لدينا في مدريد. أن تتحدث مع رئيس سابق لريال مدريد ومدى أهمية هذه البطولات للريال، فالروح شيء عظيم بالرغم من وجود العديد من النجوم، لكن هناك وقت يجب أن تعلم أن الروح هي الشيء الأهم، وعزيمة اللاعبين هي من تصنع الفارق وليست الأموال وحدها. لأن عندما كنت أنا في رئاسة ريال مدريد قمت بشراء العديد من اللاعبين ولم أفز بدوري الأبطال،